فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول، إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول، فهل يجوز له أن يأخذ ما أعطاها من ذهب؟ لا لا، ما يجوز له يأخذ ما أعطاها من ذهب. ما أعطاها ملكته، إذا أعطاها شيئا وقبضته ملكته، ولا يجوز له أخذه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.